السلام عليكم اخواتي الكرام، مساء الخير ان شاء الله الرحمن الرحيم. درس اليوم هو واحد البرنامج بسيط جدا وسهل جدا ومهم جدا. اقول مهم جدا لان مؤخرا امريكا تقريبا نصحت به، وخاصه اخواتي الكرام الذي لديهم حاسوب وارادوا ان يتخلصوا منه. اذا فلا بد وجود فيه ملفات، وهذه الملفات لا بد من يتخلص منها اي بالحذف الفولي سيبريمي، ولكن هناك برامج يمكن أن توجد تلك البرامج، ريكوفري فام، زيريكوفري، يعني مجموعة من البرامج يمكن لك أن ترجع لك تلك الملفات. يعني إذا كان شخص آخر أراد أن يطلع على معلومات وخاصة كالمعلومات السرية يمكنه أن يستخرجها. إذن فما العمل؟ إذن هناك برنامج اسمه إيرازر أو سكير إيرازر، معروف الإخوان، مجاني. لا بد فقط الذهاب إلى جوجل ومثلا اكتب تيليشارجي إيرازر، معروف الإخوة الكرام، تمشي كليبيك مثلا أو زيرو دوت نت والتحميل. إذا إخوة الكرام أنا تحميل حملته، إذا لا بد من التثبيت. ننصح الإخوان بهذا البرنامج، أنا أول مرة سأستعمله معه، أول مرة سأحمله وفي نفس الوقت سأستعمله معكم. Next، وافق، بيكار كوستيم، بيكار، أنستال. إذا برنامج 6.0.10.26، أول مرة إخوة الكرام أقول لكم أول مرة سأستعمله ونكتشف جميعا. إذا فينيش. إذا البرنامج هو إخوة الكرام أضغط عليه، إذا برنامج وفي الطريق. إذا برنامج هو. إذن أول مرة أذهب إلى سيتينج، أختار اللغة، إذن خيار واحد إنجليش، أنتيغرات إيرازر إنتو ويندوز إكسبلورر. إذا الإخوة الكرام اللي يبغى، من أراد مثلا البانيار عنده في أنتيغرات إكسبلورر فليفعل، إن لم يفعل فلا يضع علامات صح هنا. ديفو فايل إيرازر ميتال كوستيمس 35 باوس. إذا الأخوة الكرام هنايا كيقول لكم إيرازر غادي، هذا البرنامج اللي موجود في سلة مهملات فلا بد 35 مرة مسح. إذا دعها الأخوة الكرام، دع المعلومات الأخرى كما هي ثم أضغط على سيف، يعني سيف المعلومات ثم أغلق البرنامج. مثلا أنا أريد أتخلص من هذا إيرازر مثلا سيتاب، فأذهب إلى سلة مهملات بزر الفأرة اليمنى، أو قبل ذلك إخوتي الكرام كاين سيف إنجليش إكسبلورر. أوي بسلة ريستور ما العمل. أريني إذن، لأن أول مرة اكتشفته إخوة معكم، إذن لا بد أنت اختيار انتجرات إيرازر أنت لا بد تضعه على مصح. إذن بزر الفأرة اليمنى أضغط على إيرازر ثم أضغط على إيرازر. أوكي،
إذا إيراز الآن يكون أمام الساعة فهي تعمل، نضغط عليها. إذا أذهب إلى أرازل سيرج. إذا لاحظوا الإخوة الكرام فهو الآن يبدأ في مسح هذا إيرازل رسالة مهمات، وبالتالي تكون مؤمن جدا. إذا البرامج التي تريد التخلص منها فلا بد إخوة الكرام استعمل هذا البرنامج إيرازل. نصح بالإخوة الكرام لا يعقل أنك عندك برامج مهمة وتمسحها بزر الفأرة اليمنى، ولكن إخوة الكرام هناك برامج جد فعالة، برامج وخاصة التي لها ثمن باهظ لا نعرفها تقريبا نحن، فيمكنك أن تخرج من أثر. إذا إيرازر مسح بصفة نهائية لا يمكن. إذا مثلا الآن كنا نذهب إلى مثلا إيزي ريكوفري أو ما شابه ذلك، فلا يمكننا أن نحصل على تلك البرامج. إذا إخوتي الكرام أضغط نكتفي بهذا القدر إلى حصة مقبلة إن شاء الله الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.